مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من انفا سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها للمستجد اللي كيخص الفصل الثاني من مباراه اتحاد العاصمه وفريق نهضه سبركان، واللي تسليط الضوء على تفاصيل اكثر في هذه الواقعه. كتحضر معنا في الاستوديو ضيفتنا سكينه التلاوي اللي باحثه بسلك الدكتوراه بجامعه شعيب الدكالي وعضوه المركز المتوسط للبحوث والدراسات في القانون الرياضي ومتخصصه في المجال الرياضي. مرحبا بك معنا سكينه. شكرا. وقبل الشروع في الاجابه على اسئلتكم، اود ان اقدم لكم فائقه شكري هذه الدعوة الطيبة. حنايا جد سعيدين باستضافتك معنا وشكرا على تلبية الدعوة. قبل ما نبداو في نقاش الموضوع، بغيتك تذكرينا بالقوانين اللي استند لها الكاف من اجل اقرار مشروعية حمل نهضة سبركان للقميص ديالو واللي كيحمل خريطة المغرب كاملة. اولا في بداية الامر وجب الذكر على ان قميص بركان هو قانوني استنادا لمجموعة من القوانين بما فيهم القانون المتعلق بالمعدات للكاف، فنجد مجموعة من الفصول التي تنص أو تنظم القميص المسابقة، من بينهم المادة السادسة الفقرة التاسعة العاشرة الفقرة الثامنة أيضا، كلها تنص على الشكل الذي يكون عليه القميص. فنجد أن مجموعة من القوانين المؤطرة بالرجوع إلى القميص، فالقميص احترم جميع الشروط المتوفرة. كان الإشكال فقط في الشق المتعلق بالخريطة، الشق المتعلق بالخريطة، فبالرجوع إلى التعريف التي تضمن طبقا للنصوص القانونية المقررة طبقا الفيفا، فنجد أن القميص الوطني عرف كأن سو سا فورم جيوميتريك اكزاكت، إذن على 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 الشكل الجغرافي ديالو، او على شكل ريبريزونطاسيون بروبورسيونيل، يعني سواء على الشكل الجغرافي ديالو كما هو، سواء تعبير اخر يمثل هويه البلد. هويه البلد اكزاكتومون. وبالرجوع الى الفقره الاولى من القانون المتعلق بالمعدات، نجد على ان هناك فقره تنص على ان قبل المسابقات وقبل وجب على كل فريق أن يرسل صور واضحة لجميع المعلومات الخاصة بكل فريق، من بينهم القميص، من بينهم القميص. فكيف يمكن أن نمس أو كيف يمكن أن نقول أنه قميص، أن القميص موضوع نزاع وقميص يشبه مجموعة من الخروقات القانونية، وهو كان مسجلا طبقا لنظام SMS للكاف. هذا إن دل فإنه يدل على مشروعية القميص، ويمكن القول على أن نهضة سبركان لا تتحمل أي مسؤولية، بما أن القميص قد شاركت به، نفس القميص قد تم مشاركة بنفس القميص في جميع من الأدوار السابقة ديال المسابقة. الأدوار السابقة تماما. أستاذة سكينة، الفريق الجزائري أعلن الانسحاب ديالو أمام نهضة سبركان، أمام هذا الوضع هذا واش نتوقعوا عقوبات ثقيلة على الفريق الجزائري؟ أولا قبل الشروع إلى الجواب، وجب الذكر على أن الفريق الاتحاد الجزائري أعلن على انسحابه في حالة ما إذا كان الفريق سيلعب بنفس القميص، وما يؤكد هذا أن الحكام توجهوا إلى مكان مخصص للفريق السالف الذكر، فلم يتوصل أو لم يتسلم بأي رخص لاعبين إلى غير ذلك، فمما أدى إلى أن الحكام في إطار المهام، القيام بالمهام ديالهم، كتبوا تقرير لحاله التي تمت الإحالة ديالو على لجنة المسابقات. يعني القرار اللي غتاخذوا لجنة المسابقات بناء على هذا التقرير، أي أن الإعلان على انسحاب لأي أسباب، والسبب أصلا غير ليس له أي أساس قانوني، لأن القميص هو قميص له مشروع طبقا لنظام CMS للكاف. فبالنسبة للعقوبات، أقول أن هناك ستكون هناك عقوبات مالية وعقوبات أخرى، وهذا ما أكده أو ما أكدته المادة 11 من القانون المسابقات في الفصل الثاني، على أنه
الفريق الذي أعلن انسحابه سيعاقب بعقوبات مالية، إلى جانب العقوبات المالية ستكون هناك عقوبات أخرى. في هذا الصدد وجب طرح سؤال من هي الجهة المختصة في البت في هذا في في هذا النزاع الذي كان بسبب الانسحاب المعلن من طرف فريق الجزائر. فهنا الاختصاص طبقا للفقرة الثانية من المادة 11، الاختصاص راجع سواء للجنة الأندية والمسابقات أو للجنة الانضباط أو هما معا. يعني سنتوقع أن القرار سيكون سواء من هذه الأجهزة اللي ذكرت دابا. فبالنسبة للعقوبات، هناك عقوبات مالية واللي نصت عليها المادة الفقرة 8 من المادة 11 من نفس القانون، على أن هناك عقوبة مالية قدرها 50,000 دولار. إلى جانب ذلك، إلى جانب العقوبات المالية، هناك عقوبة أخرى مقررة في المادة 10 في الفقرة 10 من نفس المادة، على أساس على أن الفريق المعلن انسحابه سيحرم أو سيمنع من المشاركة في دورتين متتاليتين. وإلى جانب ذلك وبالرجوع إلى المادة 16 نفس المادة، تنص على أن الفقر أن الفريق المعلن انسحابه سيعاقب أو ربما سيحرم إلى جانب الحرمان ديالو أو المنع ديالو من المشاركة، فهو يعتبر إيميني بقوة القانون، كيتقصى يعتبر يتم إقصاؤه بقوة القانون. عندما أقول بقوة القانون فهذا يؤكد جاء تأكيدا بمقتضى الفقرة 16 من نفس المادة. أستاذ سكينة، الفريق الجزائري يعلن على الرغبة ديالو أو لا فعلا طرق باب محكمة التحكيم الرياضي، واش عنده شي دفعات لتقوي الملف ديالو أمام هذه الهيئة، واش عنده شي حضور؟ أولا بالرجوع إلى أول دفع التي قام به فريق الاتحاد الجزائر عاصمة الجزائر، لا أساس قانوني له، لأنه استند على المادة الفقرة السادسة من قانون المعدات، والفقرة السادسة من قانون المعدات كانت مصحوبة بشرط على أن أفون لي ماتش دو كوب، يعني لم يحتري بشرط. نحن نتكلم عن لي ماتش دو دومي فينال، وليس يعني مما يؤكد الدفع ما بين الدفع ولا أساس قانوني له، ومما يؤكد أيضا هو على مشروعية مشروعية القميص لنهضة بركان، لأنه بما أن نحن أمام ماتش دومي فينال والقميص مسجل ومصدق عليه، مما هذا إن دل فإنه يدل على أن القميص مشروع. أنه هذا يدل على مشروعية القميص. فبالرجوع إلى هذا من ناحية ذكر الخروقات، هذه من بين الخروقات القانونية أو من بين الدفوع التي لا أساس قانوني لها. وجب التذكير على أن في إطار الإجراءات التحفظية التي نصت عليها المادة R37 من قانون من ريغلمون دو تاس للتحكيم الرياضي، من قانون منظم للتحكيم المحكمة التحكيم الرياضي، نجد على أنها نصت على مجموعة من الإجراءات التحفظية، من بينها طلب إيقاف المسابقة إلى حين بت في الملف. في حالة ما إذا طلبوا هذا الطلب، أو في حالة ما إذا قام الفريق الجزائر اتحاد العاصمة الجزائر بطلب إيقاف المسابقة إلى حين البت في الملف، أجزم على أنه سيكون الرفض. لأن أولا كما ذكرت في المادة السالفة الذكر مادة 16، على أن بقوة القانون يعتبرون مستبعدون طبقا للمادة 16 من قانون السالفة الذكر، اللي هو المادة الفصل 11 من قانون المسابقات الكاف، تنص على أن بقوة القانون الفريق الذي يعلن انسحابه فهو بقوة القانون مستبعد من المسابقة بقوة القانون. يعني كيف يمكن لاتحاد الجزائر اللي هو أصلا طبقا بقوة القانون هو مسحب المسابقة أن يطلب طلبا بإيقاف مسابقة إلى حين البت في الطلب، وهو اصلا مستبعد بقوه القانون، واصلا مستبعد بقوه القانون، يعني لا يمكن تعطيل المسابقه الى حين البت يعني. الى غير ذلك هناك ثلاث شروط. حمايه مقدم طلب من ضرر لا يمكن اصلاحه مع احتماليه نجاح في الاسس الموضوعيه في الدعوه،
يعني الى بالرجوع الى هذا الشرط نجد على ان حمايه مقدم طلب من ضرر لا يمكن اصلاحه. بمعنى احنا كنتكلموا هنا لا نتكلموا عن انسحاب بمقتضى عقوبه كيف ما نصت عليها القرار السابق للجنه الانديه. هذا كان قرار الانسحاب اللي هو ناتج عن عقوبه، اي انه تمت معاقبتهم بانسحاب وبالخساره 3-0. هنا نتكلم عن انسحاب ارادي، اي كيف يمكن ان تقدم طلبا بالاجراء تحفظي وهذا الطلب مضمونه ان توقف المسابقه الى حين البت في الطلب وهذا الشرط غير محقق. عندما اقول حمايه مقدم طلب من ضرر لا يمكن اصلاحه، من ضرر لا يمكن اصلاحه، انت انسحبت اراديا وبقوه القانون من ينسحب اراديا يتم استبعاده بقوه القانون، إسخاء إليميني بقوة القانون. فعن أي ضرر تتحدث؟ هذه من جهة. من جهة ثانية، ما إذا كانت مصالح مقدم طلب تفوق مصالح المدعى عليه؟ نحن نتكلم عن مسابقة، نتكلم عن مشروع قميص مشروع الذي مسجل تبقى لنظام CMS والكاف، ونتكلم عن مسابقة التي لا يمكن توقيفها لمدة معينة لأن المدة المقررة للبت في الملف من قبل محكمة التحكيم هذه لا يمكن لا نعرفها، لا يمكن معرفة المدة لأن لا يوجد نص قانوني يضمن أو بمقتضى القانون المنظم لمحكمة التحكيم الرياضي لا يوجد نص يقرر أو ينص على المدة مدة البت في الملف. والدليل على ذلك نأخذ بمثال النزاع القائم بين الترجي والوداد البيضاوي، كانت مدة البت تزيد عن 8 أشهر. فلعل هذه النقطة من أهم التوصيات التي نشيد بها كقانونيين، نتمنى أن يكون هناك تحديد لمدة البت في الطلب. وخاصة كينا من وجهة نظرك وفي ما شفناه مع فريق نضال بركان، واش كتشوفي أن الفرق اليوم ولات مطالبة بتعزيز مكاتبها المسيرة بمتخصصين في القانون الرياضي؟ طبعا، لأن القانون في أي مجال ماشي ليس بالضرورة المجال الرياضي، القانون جاء ليحمي المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، يعني لا يكفي أن نركز فقط على الكفاءة الرياضية بل وجب أيضا الإلمام وأن تكون هناك كفاءة في المجال القانون الرياضي. لماذا؟ لأن لا يعذر أحد بجهل القانون. نحن نرى أن نتيجة الخروقات ونتيجة عدم الإلمام بالفريق الاتحاد الجزائري في الشق القانوني وقع في الفخ نتيجة عدم إلمامه وضعفه في نطاق الكفاءة القانونية وخصوصا في المجال الرياضي. هذا ما يؤكد على أهمية خبراء القانون في هذا المجال. شكرا لك سكينة على سلبية الدعوة، ومن خلالك كنوجه الشكر للمركز اللي كان فعلا سباق لتنظيم ندوة لتسليط الضوء على الشق القانوني المتعلق بواقعة نهضة بركان. شكرا على تلبية الدعوة. شكرا جزيلا لكم، كنت سعيدة باستضافتك. وأنا كذلك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة هذه، تحياتي وتحية الطاقم التقني المرافق، إلى اللقاء في عدد جديد.